مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. هنا ان شاء الله نتكلموا على ضرورة الخل في تربية الأرانب. اذا يمكن ما كتشوفوا معايا، هذا هو خل المائدة، خل المائدة العالي، الثمن ديالو 4.5 دراهم. كاين اللي كيبيعوا ب 4 دراهم. المهم حنايا نهضروا على 4.5 دراهم، يعني الثمن ديال العموم، كيكون كتكون قرعة عامرة. المهم شنو هو الخل وكيفاش غادي نتعاملوا معاه في تربية الأرانب، ويعني اسمه هما الأمراض اللي ممكن أن الأرانب ديالنا يتصابوا بها ويداويهم هذا الخل اللي هو رخيص الثمن. كاينين بعض الصيدليات اللي كتمشي عند يعني عندهم، يعني صيدلية بيطرية، وهذا الشيء عند تجربة. يعني سولت واحد السيد، يعني بحال نقولوا خدام حتى هو في واحد عند بيطاري، وهضر لي على ملي كتمشي عند البيطاري وكيعطيك، كتقول له مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا هي لا دياري، يعني كرشهم كتكون جاريه. اشنو كيعطيك؟ كيعطيك واحد القرعه، يعني ما كيقولكش اسمه هو المحتوى ديالها. ملي كتحلها كتلقى فيها ريحه الخل، يعني ملي كتشمها كتلقى فيها ريحه الخل. منين هضر معايا السيد قال لي راه هذاك غير خل عادي، ما كيديروش فيه شي حاجه زياده ولا. والغريب في الامر انهم كيبيعوه ب 10 دراهم القرعه صغيره غير داك، يعني قرعه صغيره كتباع ب 10 دراهم. كيقول لك ديرها ثلاثه المرات حتى اربعه المرات وفعلا ما كيبقاش عندك المشكل. هاد القرعه هادي راه هاد يعني ديك القرعه الصغيره، ممكن ان هاد القرعه هادي ديال 4 دراهم ونص، ممكن دير منها واحد، حنا نقولوا 1 2 3 4 6 ديال القنينات صغار. تخيلوا 6 القنينات صغار هو نفس المفعول. اذا نهضروا على دابا هضرنا على هاد يعني اختلاف في الاثمنه. نهضروا دابا على اشنو كيدير هاد الخل. الكوكسيديا سموه اشنا هي بالنسبه للارانب الصغار او حتى الكبار، وهو ملي كرشهم كتجرى كتولي ما انت ما قادرش، هو الارنب ما قادرش يسيطر على كرشو وكيضعف، يعني كيولي ديك الفضلات ديالو ماشي مكورين مكركبين يعني بواحد بحال دائري، بشكل دائري لا، كتولي كرشو كحله. يعني حنا ملي كنشوفوا الكاج ديالنا، يعني التربيه ديال الكيجان، ملي كتشوفوا في الميكا، يعني تحت هذه الميكا هذه بحال هكا، ما كتشوفوش الفضلات كما كتشوفوهم دابا انتوما، كتشوفوا الفضلات يعني بشكل دائري لا، كتلقاو هاد الجهه السوداء. اسمو اشنا هي السوداء؟ يعني راه فيهم لا دياري، ولا يعني بالاسم العلمي ديالها وهي الكوكسيديا. الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الخل سهله وبسيطه، يعني كديروا معلقه ديال الخل، معلقه كبيره اللي كتستعملوا، كديروها مع اطرو ديال الماء، وهذاك الاطرو ديال الماء كتفرقوا عليهم يعني في الطاسات ديالهم، او الناس اللي دايرين الشرابات، اللي دايرين داك الحلامات في التيويات، المهم انهم كيشربوا منه. كونوا متاكدين ان يعني شي حاجه خياليه، يعني في البلاص كيوليو كرشهم مزيانه. القضيه ديال واش هو علاج ولا غير وقايه، انا كنصح به كوقايه في الحقيقه، كنصح به كوقايه. هذا الخل هذا في الحقيقه يكون عندكم في الصيدليه الصغيره ديالكم، يعني كما كيكون عندكم ادويه اخرى مثلا ديال تصمغ الاذن، ولا الادويه العاديه اللي كتكون عندكم ديال الارانب، يكون عندكم ديما الخل، يكون عندكم بيكربونات الصوديوم على حسب الانتفاخات. والخل ضروري انكم ديما يكون عندكم محطوط في يعني في الصيدليه الصغيره ديالكم الخاصه بالارانب. كيفاش غنستعملوه كوقايه؟ وهي تكون عندنا واحد المذكره وكاتبين فيها التاريخ، يعني مثلا درنا هذا الخل رشيناه، درنا لهم يعني في يطرو ديال الماء وكبيناه لهم كاملين، نقيدوا التاريخ ديال هذا النهار ونتسناو واحد 15 يوم ونعاودوا نفس العمليه.
بالتالي سمو كنكونو درنا وقايه، ماشي نخليو حتى يمرضوا عاد نديروا لهم العلاج، لا، يكون عندنا واحد 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 النظام غاديين به. شنو هو هذا النظام؟ اننا نكبوا هذاك الخل في واحد يطرو ديال الماء ونعطيه لهم ونقيدوا هذاك التاريخ، ومنين يوصل عليهم عاوتاني 15 يوم اخرى عاوتاني نعاودوا لهم نفس العمليه، وهكذا دواليك على طول الحياه ديالهم. وكونوا متاكدين ان هذه راه غادي تكون واحد الوقايه من نوع خاص، ثمن رخيص، يعني هاد القرعه ممكن ان راه غادي تضرب بزاف، حتى سمو هي معلقه ديال الخل، يعني لمده 3 ايام ديروها لهم 3 ايام، معلقه ديال الخل في المده ديال 15 يوم، يعني راه شيء خيالي، غادي يضربكم بزاف، واحد هاد 4 درهم ونص غادي يضربكم بزاف. وفي نفس الوقت ما تسناوش المرض حتى يكون عاد باش ديروا لهم، لا، ديروها كعلاج، كوقايه، عفوا، يكون كوقايه. الناس اللي ضربوا لهم الارانب ديالهم صافي يخدموا الخل مزيان، ولكن يستمروا عليه، يبقاو ديما غاديين على الخل، راه شي حاجه يعني جد 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 فعاله ورخيصه في الثمن. اذا اللي عجبته الحلقه ما تنساوناش بجير الزام، تكيو على زر جام، نزلوا صبعكم لتحت وتكيو على زر جام باش تساندونا نزيدوا القدام. ما فيها باس الى حركتي راسوري وتكيتي على زر جام باش تساندوني، نبقى نصيفط لكم فيديوهات اللي مهمه بحال هذا الفيديو هذا، راه فيديو هديه، راه مهم في تربيه الارانب الخل. تكيو على زر جام وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.